إخواني، في هذا الفيديو هذا كنوجه رسالة لسوازة، تقول لهم انتم أحفاد المرابطين وأحفاد الموحدين وجدودكم بنوا إمبراطورية قد السخط، فلهذا خرجوا حرقوا العالم المغربي وقولوا انتم ماشي مغاربة وطالبوا بالاستقلال. كذلك طالب العرب ديال المغرب أنهم يمشيوا ويحرقوا العالم المغربي ويهزوا أعلام ديال لا إله إلا الله ويمشيوا حدو أجدادهم الفاتحين، لأن أجدادهم الفاتحين قاموا بإنجازات وقاموا ب يعني بفتوحات إلى آخره، وأنهم يديروا دولة عربية في الوسط المغرب، وكذلك صحراوة كذلك، والناس الأطلس تاهم أجدودهم راه قاوموا الاستعمار محمد الزياني، تاهم يديروا دولة ديالهم، واليهود تاهم يخرجوا يحرقوا العالم المغربي ويديروا دولة ديالهم لأنهم مضطهدين وكتسمعوا يهودي حاجة في المغرب، وقسموا جد بابا هاد البلاد 6000 دولة.